عدنا إليكم. بصوا، احنا عايزين نتعود مع بعض في البرنامج ده على المصداقية والشفافية وقلة الأدب بدون أي تزويق أو خداع. أنا مش مضطر أضحك عليكم. حلقتنا النهاردة عن المخدرات. الحلقة دي عشان توصل لكم تعبنا فيها قوي. شهرين أنا وورشة الكتابة في رحلة بحث وتقييم لكل أنواع المخدرات، تقرير استقصائي كامل حصل فيه خسائر كتيرة قوي، اللي أفور واللي أدمن واللي اتقبض عليه. وبالمناسبة دي، لو حد من جمهور البرنامج يعرف أي حد في اسم تاني مدينة نصر، ياريت يستنى معنا بعد التصوير عشان رمضان زميلنا اتمسك بكمية واحتمال تبقى إتجار مش تعاطي. مهم، أول ما روحت للإنتاج قلت لهم عايز فلوس عشان أجيب مخدرات، حالة من الفرحة العارمة اجتاحت الأجواء. الاقتراح قوبل بالترحاب الشديد الحقيقة، وعشان كده حابب أشكر كل الناس اللي ساعدونا من فريق عمل البرنامج وفريق الإنتاج. والحقيقة إنكاراً للذات هم رفضوا اسمهم يتقال، بس أنا حابب برضه أوجه الشكر ليهم واحد واحد حتى لو هم مش عايزين. وائل سقاري، شكراً على بانجو، وأحب أقول لك الشكارة لسه فيها. رامي الإم دي كان هايل بشهادة الجميع. خشاب الكوك ما كناش هنعرف نجيبه من غيرك. ثانك يو بجد. كريم الحضري، ربنا يفك حبسك. في الحشيش لازم اشكر احمد عبد الوهاب، محمد سامي، كريم سامي، محمد رمضان، محمود رمضان، وسام سيف، سمر الهنداوي، شروق، نانسي، وديدي، راندا، ايهاب البرجاوي. احب اشكر نفسي حتى هشام منصور. انا عارف انا مش عايز انسى حد، الوقت بيخلص عليا، البتاع دي اتقل مما كنت متوقع. عمرو بدوي، طارق بدوي، تامر نادي، احمد بوفيه، محمود، ثانك يو فور ذا سبورت، ثانك يو مودرن اكاديمي. انا بجد مش عارف اشكركم ازاي. شكرا على الجنب الذهبي، شكرا. نرجع لمرجوعنا. كنا في الاول عايزين نعمل تعريف للمخدرات، بس مش هنصيع على بعض. مفيش حد مش عارف المخدرات. لو في اي حاجه مش عارفينها فهي ازاي المخدرات بتيجي. ما عندناش اي معلومات غير عن الخط الاخير، رجل المهام الصعبه، الديلر، اللي بيحمل على عاتقه مسؤوليه في غايه الخطوره وبتحطه تحت ضغط نفسي رهيب لا يتحمله بشر. خلينا نقف لحظة ونقول، هو الديلر مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه يحافظ على جودة منتجه، يهرب من قبضة العدالة، ويقدم خدمة عملاء كويسة، وفي نفس الوقت يشوف حياته الشخصية، يخرج مراته، يودي ابنه تمرين السباحة. إنسان زينا بيشق وبيتألم وبيتابع مسلسلات مي عز الدين. كل دي ضغوط عليه، نتيجتها أنه بيتجنن وبيبرون وبيسيكب. فما تزعلش منه، تفهمه، حس بيه، لأن الضغوط اللي على الديلر بتخليه غصب عنه يلتزم بأقصى درجات الحذر. آمين 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 يا رب. ألو، يا سمارة، مين معايا؟ أنا أيمن، كنت عايز صباع. جبت نمرتي منين؟ مصطفى بتاع إمبابة. طب خليه يكلمني. ألو يا أبو سمرة غالي، مين معايا؟ أنا مصطفى بتاع إمبابة. جبت نمرتي منين؟ من رامي بتاع الحتاية. خليه يكلمني. إيه يا سمارة؟ مين معايا؟ أنا رامي بتاع الحتاية. إزيك يا رامي؟ إيه يا حبي، عامل إيه؟ جبت نمرتي منين؟ من كمالي الكامل يا سمارة، إيه مفيش ثقة ولا إيه؟ خليه يكلمني. ألو؟ نهارك سعيد يا سمارة أفندي. نهارك جميل، مين معايا؟ أنا كمال أفندي الكامل من قصر الشوق. جبت نمرتي منين؟ جماعة أصحابي قصدوني إن أنا أحصل منك على كمية من مخدر الحشيش، حاجة كده لزوم المزاج والنعنشة. خليك كلم. ألو؟ سمارة أفندي. ألو؟ ألو؟ يا سمارة؟ مين معايا؟ معاك أبو لهب من صار كوريش يا حبيبي. أبو لهب، إزيك يا نجم؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ كان في ناس صحابي عايزين منك صباع. والله ما يتعز عنك يا نجم، انا خلصت النهارده. لا قطع، انت بتصغرني ولا ايه يا سماره؟ ده انا اكفر عليك، جرى يا سماره. استغفر الله العظيم، انت كافر ولا ايه يا عم؟ سماره ده انا وقيت امك. ولا قطع. اجراءات روتينيه جدا، طبيعي. بس لما بتعدي مع الديلر مرحلة الحذر وتكسب ثقته وتلمسه من جواه، هتبتدي تعرف جوهره بجد. الديلر بيتعامل بمبدأ واحد بس، لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك. الديلر هو بمثابة تمثال حرية لزباينه، حمامة سلام شايلة عرنوس بانجو ببقها، قدوة يحتذى بيها في تقبل الآخر والتعايش.
وفي خلال رحلتنا البحثية اكتشفنا ان الشباب اللي بيحبوا المخدرات واللي احنا مش منهم ولا بنحبهم ما بيحبوش يغيروا الديلر بتاعهم لأسباب كتير. أهمهم العلاقة ما بين الشاب والديلر بتاعه علاقة من أسمى وأنبل العلاقات، كل حاجة فيها واضحة ومبنية على الحب والإنجذاب والإنبساط والفلوس أحياناً. ولما بيبقى في عشرة ما بينك وما بين الديلر تبتدي العلاقة تتطور، يطمن عليك، يكلمك يقولك وصلت بالسلامة، انبسط، صحابك انبسطوا، اوعى تسموك على بطن فاضية. غريزة تكاد تصل إلى غريزة الأمومة، ولو ارتبطت بالديلر بجد صعب إنك تلاقي بديل. لو خسرته هتحس إنك لوحدك، وده أوحش إحساس في الدنيا. خد ده، صباح على أبوك، خد وما ترجعش ورايا. ماشي، جرب. ماشي، شوفك. سلام أبو الليل. سمرة، 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 أنا بكلمك. عايز إيه مني؟ عايز إيه مني؟ تقدر تقولي بقالك يومين ما بتردش عليا ليه؟ يعني بجد مش عارف؟ لا مش عارف. سمرة، أنت زعلان مني في حاجة؟ لا يا هشام، مفيش حاجة. طب عايز صباع؟ ما معيش. معيش؟ سمرة أنت متغير معايا كده ليه؟ تقدر تقولي كنت بتعمل إيه إمبارح في بيت عقبة؟ انا ما كنتش بعمل حاجه في متعوب، انا كنت بس كفايه كدب بقى. صحابي شافوك امبارح وانت بتقضي من سيحه في متعوب، واول لما روحت كتبت على الفيسبوك فيلينج هابي. الكلام ده ما حصلش على فكره، انا قابلت سيحه بس كانت بالصدفه، وطول الوقت كنا بنتكلم عن خلاص. خلاص يا هشام، انت ما بقتش مهتم بيا زي زمان، دماغك ما بقتش معايا، انا ما بقتش اكيفك زي زمان. بص لي وانا بكلمك سمارة، انت لو ما ما كنتش جيت لك. يا وعيدك يا هشام لدرجاتي سمارة؟ انا ظبطت دماغي عليك. لا لا يا هشام، انت جيت لي عشان خاطر سيحة اتقبض عليه. يوه يا سمارة، سيحة تاني؟ كانت مرة يا اخي، غلطة وحصلت مرة. مرة يا هشام ووقفت العيد اللي فات، فاكرها لما شربت مية؟ كانت برضه بره. هتفضل ماسكها عليا لحد امتى؟ بايدك خلاص. هشام انت بني ادم كويس وكل شيء اسمه ونصيب. لا الدنيا مليانه ديلارات يا هشام، ما تقولهاش. انا مش عايز اعمل معاك كده، مش عايز اديك حاجه لايحه. لايحه؟ لا مش عايز اديك حاجه الا سمارة. سمارة. انت بتعمل ايه؟ انت ايه؟ انت مفيش فايده فيك. استنى بس، انت مش جاي عشان تصالحني، انت جاي عشان ايه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ طب اشرب بقى يا اخي، اوعدتك اهو، اشرب. انتوا مدمنين، كلكم مدمنين، كلكم مدمنين. سمارة استنى، ما
انا وعدت نفسي مش هعيط، بس سمارة لو بتتفرج عليها دلوقتي عايزك تعرف انك كنت وهتفضل اغلى حاجه في حياتي. كفايه ارجوف. بس انا ما بشربش مخدرات طبعا. وفي خلال رحلتنا البحثيه اصطدمنا بحقائق كتير عن الديلر. على مر العصور كان بيبقى شخصيه خطره، واساميهم حتى كانت خطره. الكرف، الدوكش، الطرشاويلي، اسامي توحي بالهيلمان. تحس رجالته واقفين وراه في اسمه. والدوكش ده اسم عمره ما هيبقى مهندس ديكور، ولا هتلاقي الكرف ده مثلا واقف جنبك في هايبر بيجيب رومي مدخن. بس مع تطور نوعية المخدرات نوعية الديلرات كمان بتتطور. بقى عادي دلوقتي تلاقي ديلر اسمه كوكي في الزمالك، او مودي في قطامية هايتس، او حتى داليا في الرحاب. ده معناه ان الديلر ممكن يبقى اي حد في حياتك دلوقتي، ممكن حتى يطلع حد من الجمهور. معاكوا حاجة؟ ممكن يبقى كارلوس. مهم باختصار، الديلر ده شخص عادي، شخص موهوب وحذر، بس الحذر ما بيقفش لحد هنا، خصوصا لو لسه خارج من السجن. محدش بينجرح قوي غير لما بيتحبس قوي. الو، ايوه سيح، انا قدام الكشك، انت فين؟ تمام. انا فؤاد السيح. ها انت فين؟ انا ورا الكوكتيل فيليب تورا. قشطه سيحه، جاي لك. الو، انا سيحه، انا ورا الكشك، انت فين؟ انت مين؟ انا فؤاد يا سيحه، انجز، انا ورا الكشك، انت فين؟ انا قدام الكوكتيل فيليب تورا. سيح، الو سيحه، انت فين يا سيحه؟ انا قدام الكشك اهو. انت مين؟ انا فؤاد، اقسم بالله انا فؤاد يا سيحه، انجز، ابو من برد، انت فين؟ انا جوه الكوكتيل. سيحه بلاش هزار يا سيحه، انت فين يا سيحه؟ انا جوه الكوكب، بقول لك ادخل لي بتوع. سيحه سيحه كده برضه يا سيحه، دوخنا يا سيحه. المهم انت طلعت جامد، امان. ايش يا سيحه؟ تمام. بقول لك ايه، فين الصبعين؟ مدينه نط. ايه؟ امال انت بتعمل ايه هنا في الكشك يا سيحه؟ انا طلعت الكشك، طلعت الكشك. ايش يا سيحه؟ استنى يا سيحه، استنى، بطل بقى توترني بس. ايه يا سيحه؟ في ايه يا سيحه؟ ايه يا سيحه؟ اهدى، ده اسعاف وربنا، اهدى. معلش يا طه، جامد امان. وانا من رايي المتواضع اننا كبلد المفروض نستغل امكانيه الديلر بشكل احسن من كده. يعني لو الديلر ده بقى موين، الدعم هيوصلك في اي وقت وفي اي مكان، هيجي لك تحت البيت، هيجي لك بموتوسيكل، في اسوا الحالات هتنزل له 100 عقبه او هتروح له التراب، بس الدعم هيوصلك وهيوصل لمستحقيه. هنروح فاصل، هنجيب بفره ونرجع. زي ما عودناكم على الحقيقة في الفقرة الأولى، هنقول الحقيقة في الفقرة الثانية حتى لو زعلنا الناس مننا. خلونا في الأول نتكلم عن تقسيمة المخدرات أو التوزيع الجغرافي للمخدرات حسب نوع المخدر. لو بصينا هنا على أطراف الجمهورية هنجد مخدر البانجو بيعمل كثافات دخانية كبيرة عند منطقة سيناء والجنوب، دهب، راس شيطان، نويبع ومناطق ما بعد النفق بصفة عامة. بالنسبة للطرق السريعة بننصح المسافرين اتخاذ الحذر عشان هنلاقي البرشام سايق. مع وجود رياح افيونيه تهب من جهه النقل وتريلا في الفتره ما بين 12 ليلا الى 8 صباحا. الكوكايين بنجده بيتركز في مناطق الزمالك، المعادي، مناطق من الساحل، الجونه والميديا. وفي الجيزه والعجوزه بنلاقي اضطرابات ناتجه عن الخبط من الاكستسي والام دي اللي دايما بياتوا على صوره هايبرا وتنتهي بفيضان من المشاعر واعصار من الاحضان. بنقترب من العاصمه بنجد ان بيتراوح سعر الصباع العظمى 250 في المهندسين والصغرى 100 في 100 عقبة، وده بنحذر منه عشان مخلوط كيمياء وصراصير. ده بالنسبة للتوزيع الجغرافي للمخدرات حسب دراستنا الميدانية للعام الدراسي 2016-2017. وعشان نبقى واضحين بس، هذا البرنامج لا يدعم استخدام المخدرات بأي شكل من الأشكال. كلنا ضد المخدرات قلباً وقالباً ما عدا رمضان. وعشان نثبت حسن نيتنا للجمهور وللحكومة قبل أي حد، احنا لازم نروح بالليل وبنقف في كمائن يعني، هنقترح بعض الاقتراحات من خلال هذا البرنامج للقضاء على المخدرات نهائيا. شويه تيبس اند تريكس كده. مبدئيا النصيحه الاولى،
الكلب البوليسي ده مش كاره، مش سكته، ما عندوش دافع فعلي انه يدور على المخدرات. موظف طبيعي بيشوف اكل عيشه وبيخلص الشفت وبيروح، وحتى لما بيلاقي مخدرات مش بينوبه من الحب جانب، محدش بيصبحه بسمسه حتى. ففقد الباشن، ولو اكتشف شحنه مش هيترقى، هيفضل كلب برضه، وده تسبب له في حاله من الاحباط. لو عايز تقفش المخدرات بجد، استعين بحد عنده الدافع انه يلاقي المخدرات، حد عنده الباشن الكافي. بطل العربية وانزل لو سمحت. ليه؟ يلا. أنا عاوز أفهم فيه إيه؟ هتفهم دلوقتي، نهدى، يلا انجز. هتفهم دلوقتي، تعالى تعالى. فاهم ما تخافش، تعالى تعالى. اظبط كده. خليني أظبط. شيحة. يلا وليك الربع. فين شيحة ده أنا؟ يا شيحة لقيت حاجة عندك؟ الاقي يا باشا. هو بيعمل كده ليه؟ شكله معهوش حاجة يا شيحة. الاقي يا باشا. عبيد بيكركر معاك يا باشا؟ بيكركر يا شيحة عن التوكيل يا شيحة، انجز. معايا يا باشا. تعالى لي. روح معاه ما تعصلكش. بتعمل ايه يا عم؟ اصبر كده. هات هات شيحة ولد، هات شيحة. جود بوي جود بوي جود بوي شيحة. جود بوي شيحة. عايز تفهم فيه ايه؟ مش بتوعي. شيحة هو الوحيد اللي ممكن يتشقلب لك جوه العربية لحد ما يطلع المخدرات، عشان حاسة الشد عنده اعلى من الكلب. دي كانت النصيحة الأولى للدولة. النصيحة الثانية للأهالي، خد احتياطاتك مع ابنك عشان ما يشربش مخدرات. في خطتين، خطة قاسية وخطة ناعمة. الخطة القاسية اتغاشم عليه، ما تديلوش فلوس خالص. أي شاب صغير لما بيقع تحت إيده فلوس بيتحول لزكي رستم في رصيف نمرة 5. أي 200 جنيه بيشوفها صباع. خلي له الأكل بمواعيد، النوم بمواعيد، أصحابه ما يشوفهمش، مفيش مدرسة، مفيش جامعة، مفيش تعليم، مفيش صحاب. لأن هم أصحابه اللي هيعرفوه على المخدرات. هيبقى منطوي، مش متعلم، مش مهم. شعره هيتساقط، بشرته هتبوظ، مش هيشوف الشمس، كل ده مش مهم، أنت محقق لحد دلوقتي. المهم إنه مش مدمن. وكمل غشومية بقى، جوزه في سن صغير، جوزه بنت عمه اللي ما بيحبهاش، اربطه بمسؤوليات كتير. نسيت اقولك، مفيش تلفزيون ولا موبايل ولا انترنت، بالشكل ده هينتحر. بس مش مهم، هيموت راجل وملوش في المخدرات، او هيعيش وهيبقى مدمن، عشان اي حد طبيعي هيعمل فيه كده هيتجه للمخدرات. عرفت ليه بقى ادمن؟ شفت اللفة دي؟ كانت الخطة القاسية. الخطة الناعمة بقى، صاحبه الموضوع كله بيبتدي من السجاير. اديله سجارة، خليه يشربها قدامك، وهي دي الصياعة. بس ما تقفرش، وحاول كأب انك ما تستصيعش نفسك قوي يعني، حاول. اهلا يا كيمو. نادي يا بابا؟ بلدي. اه تعال. يا بابا ايه اسمع نام يا حيوان، اقعد جنبي، تعالى اقعد جنبي، احنا مش مفركشين. عينيك حمرا ليه؟ المذاكرة يا بابا. مذاكرة. اضحك على بابا. بتذاكر ايه بقى؟ جدول الضرب. الله، هو الضرب اللي نزل جدول. خد نور ده. نور ايه؟ نور ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا نور ايه؟ نوره. لا يا بابا ما بشربش. هتسيها على بابا؟ هتسيها على المرشدي؟ ما بشربش حاجة يا بابا أنا. ما بتشربش إيه؟ ده حشيش؟ أه أنت عارف إنه حشيش. يا بابا ما بشربش حشيش يا بابا والله. هتسيها عليا. طب بشربه ليه؟ بتسيها على المرشدي. يا بابا أصيع أب في مصر، امسك. يا
كحي كحي كحي. الحاجة دي املك بيسيها المرشدي وعامل نفسه ما بيشربش. دخت يا بابا دخت. سيها المرشدي سيها لأول واحد لف في مصر الجديدة بباتيناج. خد شد دول يا بابا. عشان بودرة؟ اه ما انت عارف انه بودرة يا بابا. مش ما بشدش بودرة يا بابا والله. سيها على المرشدي سيها على ابوك سيها على اول واحد حلق شعر باتو زيرو في مصر. شد يا بابا. يا بابا ده يا بابا ده مش سيا علي يا بابا مش والله يا بابا بشد ولا بشرب. الحقيقة يا مديح الواد بيسيا علي بيقول اللي ما بيشربش. يا بابا خد حبة حلوين تعالى بس خد خد اهو خد اهو خد اهو انا عايز زواج. انا كمان يا بابا سيا على ابوك سيا على المرشد سيا على اول واحد فتح البري واكل الكريمة ورمى الشوكولاتة. ها مديحة ابنك بيسيا على المرشدي. الواد شكله ما بيشربش ولا ايه؟ لا تلا ما بيشربش يا مديحة. ده كويس؟ خلاص بقى ما تقبورش. حبيب بابا. بصوا يا جماعة قربوا كده عايز أكلمكم في موضوع. في موضوع في ألقاب كتير قوي ممكن تاخدها. الأستاذ، الدكتور، المرحوم حتى. بس لقب مدمن ده مش ألطف حاجة. وشوف حكمة ربنا يا مدمن. كل الناس اتكلمت في موضوع المخدرات. نيلي كريم ضيعت سنة من عمرها عشان تعمل مسلسل للمخدرات وكان ممكن تعمل فوازير. اسمها نيلي يعني حتى هي قطعة نص المشوار. أحمد مكي عمل أغنية عن المخدرات، سافر اسكندرية وقف على البحر في النوى. مع انه كان ممكن يصورها هنا في استوديو مصر بس تعب عشان يوريك خطورة المخدرات. وبرضه لسه الناس بتشرب مخدرات. فسيبوهم يشربوا، ما تلوموش حد. عشان كل ما هتقول له ما يشربش هيشرب. فيلا احنا بقى تعالوا نعمل معاملة مختلفة خالص. اللي عايز يشرب يشرب، واحنا هنجرب نقاطعهم، لما هنروح كافيه مش هنقول لهم، لما نطلب اكل مش هنقول لهم، لما نسافر الساحل معاهم الحشيش بتاعهم ومعانا الحشيش بتاعنا. مش هنشير. وهقول لكم حاجة بجد في الآخر يعني. اللي هيقولك المخدرات وحشة بيشتغلك. هي مشكلتها انها حلوة وإلا ما كانش هيبقى فيه مدمنين. بس أضرارها هي اللي وحشة. واسأل أي حد جرب وبطل هيقولك انها ضيعت منه وقت وفلوس وصحة وأخرته في حياته سنين. أي حد هيقولك كده ما عدا رمضان. استنونا بعد الفاصل معانا مفاجأة أنا بحبها شخصيا ومش هقول أكتر من كده. شوفكم بعد الفاصل. عودنا إليكم دلوقتي مع الفقرة الثالثة من آخر الليل، الفقرة الموسيقية. واللي هيغني مش محتاج أقدمه قوي عشان هم أصحابي وإخواتي وحبايبي وعاملين فيديو كليب ميوزيك فيديو مكسر الدنيا على يوتيوب نمبر 1. تشوفوا مع بعض حصريا لأول مرة على التلفزيون نعرض الفيديو. ايزي ماني الحياه. لا مش جوك ومش لايق عليك. قدم انت البرنامج واحنا شكلك مش كول خالص خالص بصراحه. تمام شارموفرز يا جماعه. شكرا. شارموفرز اصحابي بحبهم. الفيديو مكسر الدنيا ما شاء الله. مبروك. شكرا. انت مبروك. الف مبروك لهشام. تحيه للبرنامج بجد. الف مبروك. طيب حلقه النهارده عن المخدرات. حابب اعرف بقى بمناسبه ال ال فين الكاميرا بتاعتي فين؟ اهي الحمراء دي. جماعه المخدرات لا لا المخدرات مش لينا ومش لولادنا ومش لولادنا ومش لشبابنا. ومش المخدرات غليت كمان. المخدرات غليت يا جماعة. تمام. لا يا هشام. تمام. لا ايه مش هنشرب مخدرات ولا لكل جميع انواع المخدرات
لا للمخدرات. لا للمخدرات، شكرا. فيديو تريندينج نمبر 1 على يوتيوب. احكي لي ده اتصور في قد ايه؟ يوم. يوم واحد؟ تمام. والكواليتي دي بسم الله ما شاء الله. هو ما هو الناس بصراحه، الكرو اللي كان شغال كان عمرو حسن كان المخرج، وكان شيكو دي او بي، هما الاثنين مع بعض عملوا شغل جامد قوي في الصوره بالذات. احنا بنتكلم على الصوره، فعشان كده ما ذكرتش الباقي بقى. ما شاء الله. احنا اشتغلنا مع بعض، عملنا فيديو اغنيه هيبتا، وروحت بعدها. ليه بتقولها بالسخريه كده؟ لا عشان احكي لك، بعد ما خلصنا شغل، احنا كنا بقالنا كتير قوي، قعدت 4 ساعات تايه في المعادي، ما حدش بيعرف يخرج معايا، وخلاص ابتديت اقتنع ان انا هعيش في المعادي، ادور على شقه اجرها وحاجات كده. بس تمام، كانت تجربه فظيعه، بحبكم جدا. واحنا بنحبك يا اتش، ربنا يخليك. يا هشام بحبكم. الباند عظيم. تحبوا تغنوا ايه الاول؟ السلام عليكم. يلا نفتتح بالسلام عليكم. طبعا السلام عليكم شارموفرز يا جماعه. السلام عليكم. انا زيك انسان، بس عندي كلام حسيت انه لازم يطلع يا مان. حاسس من الجو العام ان اتقلبت الموازين، الجامد بقى شخشيخه والفاكس بقى مدين. واحد يرسم لوحه كلها ما فيهاش غير نقطتين، يعمل معرض. طب النقطه الثالثه فين؟ واللي ولده فنان حقيقي بينحط في الصخور، ده اسمه في البطاقه فنان مغمور. ممثل فنان قدير خلف واد بعينك بسيمه، وقليل البخت ممثل مسرح كراسي فاضيه قديمه. السلام عليكم. السلام عليكم. واحد بيغني صوته بيفكرني بعربيتي الخربانة، بنكتب عشان بيقول بوك اكرم شك وعليك حيرانة، والتاني بيغني تحت الدش وصوته جبار. اخرة الموضوع الحمام يتملي بخار، والبنت عادي حبها الواد لكن كان تمام. صابته وراحت صاحبة شاب تاني كان هالفوت، هتقولي الاحساس والمشاعر تعمل فيها ولا قد. زهقت من كلامك حسك شجرة من غير لود.
انا لبست نفسي في البتاع ده. لفيه هدفع ثمنه غالي. بس لا عليك على فكره. ربنا يخليك. في معلومه الناس ما تعرفهاش، مو هو اللي لعب درامز في التتر، وهو اتفاجئ وانا اتفاجئت. لو ما كناش احنا الاثنين نعرف. نينجا، بمناسبه المخدرات عندي سؤال على هبتة. انا جربت كل حاجه عشان افهم يعني ايه بام بام ازجلي بام بام. يعني انتوا محدش فيكم فاهمها؟ بص هم مبسوطين، هم بيحبوك. يعني ايه بام بام ازجلي بام بام؟ الموضوع مش يعني لو انت زعلان ايوه هتتضايقك. عشان هي فيها مشاعر مختلفه. الاول بام بام بعد كده ازجلي. ازجلي بتفوقك. بتجيبك بتفوقك، بيحسسك تفكر في حاجات قديمه. ذكريات. ازجلي بام بام ايه؟ ولو فرحان. ولو فرحان فتبقى بام بام بقى. بام بام ازجلي بام. ازجلي يا عم. ازجلي يا عم. طيب تحبوا تغنوا ايه دلوقتي؟ بوكسر. بوكسر شوية بقى كده. ده وقت بوكسر. ده وقت بوكسر. بوكسر يا جماعة. عايز اغنيه انا بحبها. تقدر تقول ان هو سبيشال ريكويست؟ لا بحب اللي فاتوا، مش قصدي حاجه يعني. لابسه جيبه ولا شال؟ انا مش عايزك ايه؟ شمال. ممكن؟ طبعا. يلا. ده شرف كبير. شارموفرز يا جماعه.
شال انا مش عايزك شمال انا عايز واحدة للجواز واتفشخر بيها قدام الناس وانا ماما كل يوم تزن علي يلا اتجوز صنيورة او دايق معايا ميت سنة وتغني لي كده زي الشحرورة ده غير خالتي وعمتي مع واحدة صاحبتي دي اللي بتطلع تعمل حلوة دي ما تتجوزها دي خدودها مبقلظة شفايفها مقلطصة وجبنة دبلتين زغاريد كتير وكمان معزي مفيش اسبوع وكسرت ورا هقولها دي البنت كانت فلة مع اني شفتها قاعدة تحت الكوبري بتشد كلها نفطر بيت بالبلو بيف والغدا يبقى سمك بقلاه واخدك هاني من فقدينا او نروح من مينا لمينا انا نسيك اللي فات ونبوس بعض فرنشات قدام الناس عادي اه والله قدام الناس عادي طب الشباب في موسم تزاوج بقاله فترة الوضع خطير انت تخينة ولا ضيعة ولا صوابعك راكبة فوق بوكو هشام حبايبي شكرا يا جماعه شكرا لشارموفرز واستنونا بعد الفاصل بحبكم ايه رايكم عجبتكم الحلقه عجبتكم الحلقه التلفزيون والبيت لازم اوزع كلامي ما بين الاثنين انا حابب اعتذر لسماره عن التشهير اللي عملناه بس هو فعلا حاجته بقت ما تتشربش بشهاده الجميع يعني وعايز اكد ان لم يتم ايذاء اي ديلر في تصوير هذه الحلقه كل الاسكتشات تم تصويرها بواسطه محترفين يلا لو حد طالع على محور ياخدني في ايده تصبحوا على خير